أيها السادة، في مرحبا بكم في مطار دبي الدولي. حيث الطقس المحلي هنا يشير إلى الساعة 8:25 صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية 28 درجة مئوية. أرجاء فالأحسمة مربوطة إلى الطقس، فإشارة الأحسمة المقال. فتقوم الطائرة وفقا لنظام الصحة المحلية ستتوقف الركاب على الوصول. يجب على الركاب المتبقين في دبي استكمال الاستمارات الصحية التي تم تسليمها من قبل طاقم الطائرة وتسليمها لأعياء الصحة. يوجد الحفاظ على مسافة 100 مترين من الركاب الآخرين أثناء مغادرتكم الطائرة. أود أن أشكركم لسفركم مع الطائرة الإمارات. بالتعاون مع كوانتس كما نجحتم استمتعتم برحلتكم الأمنية على كل مدينة براكم. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport. We will hold